في جمعية النويدرات الخيرية نعمل على استراتيجية إشراك مجتمعنا المحلي في كل أنشطتنا. أهالي القرية وأهل المنطقة هم سندنا في كل نشاط وفي كل فعالية نقوم بها. اعتمدنا في 2014 والآن في عام 2015 استراتيجية جديدة لتطوير الجمعية وتفعيل دور الجمعية في نشاطها الاجتماعي، وأضفنا العديد من المساعدات ومن الأنشطة، ولكن تركيزنا يعتمد بشكل رئيسي على التنمية والتركيز على التعليم. ولذلك بموازاة هذا التركيز وهذه الخطط أطلقنا ودشنا حملة سنابل الخير. تهدف هذه الحملة إلى تنظيم من أجل تسليم واستلام الحصالات الموجودة في بيوتات أهالي القرية وتسليمهم حصالات جديدة. تم اختيار مجموعة من الأخوة كرؤساء مجموعات، هم عبد الشهيد الشيخ، رضا زيد، وحسين عبد النبي، يعملون كرؤساء مجموعات وتحت امرأتهم يعملون أعضاء. هؤلاء سيقومون بالمرور على بيوتات الأهل القرية في يوم السبت 6 يونيو 2015، وتستمر الحملة لمدة 10 أيام. سيقومون بتسليم حصالات جديدة واستلام حصالات قديمة، ثم يقوم هذا المحصل بملء الاستمارة الخاصة بذلك المعلومات الخاصة بمستلم هذه الحصالة. نأمل من أهالي القرية التعامل والتعاون معنا من أجل إنجاح هذه الحملة، وموفقين إلى كل خير.